مرحبا بكم مشاهدينا وإلى أول تقرير لهذه الليلة مع ريادة الأعمال، حيث تدعم دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة الشارقة عبر مبادراتها دعم المشاريع الوطنية، حيث انطلقت مؤخرا فعاليات النسخة الثامنة من معرض ريادة الأعمال الوطنية بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد. نتابع التفاصيل سويا في هذا التقرير. دعماً للمشاريع الصغيرة ورواد الأعمال، أقيم مساء الأمس معرض ريادة الأعمال الوطنية بنسخته الثامنة، والذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية بحكومة الشارقة، حيث أقيم المعرض في منطقة الجادة، وافتتحه سعادة سلطان عبد الله بن هدى السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة. يأتي هذا المعرض في إطار تعاوني بين الجهات المعنية دعماً لرواد الأعمال وإتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم في الأسواق للجمهور والمستهلكين، إلى جانب متابعة المشاريع من قبل دائرة التنمية الاقتصادية عبر تقديم المشورة القانونية وتسهيل الإجراءات لأصحاب المشاريع للارتقاء بمستوى منتجاتهم. دعم المنتجات الوطنية والمشاريع الصغيرة ما هو إلا ترجمة لرؤى الإمارة الباسمة لاستمرار عجلة التنمية الاقتصادية والتطور، مما يعود بالنفع على أفراد المجتمع من رواد الأعمال وعلى المجتمع ككل. والحديث أكثر مشاهدينا حول معرض ريادة الأعمال الوطنية الثامن، يسرنا أن نرحب في الاستديو بالأستاذ أحمد بن سعد السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بحكومة الشارقة. مرحبا بك أستاذ أحمد. مرحبا وسهلا، مساكم الله بالخير. اليوم أستاذ أحمد وصلنا للنسخة الثامنة من هذا المعرض، ماذا تخبرنا عن الجديد في هذه النسخة؟ طبعا في البداية حابين نشكركم على الاستضافة. لله الحمد، يعني بادرة طيبة. احنا حين نطمن ان مثل ما تقولين اثار الجائحة السلبية انتهت، والحمد لله يعني الناس كلها قامت تطلع في الاسواق يعني، وقامت تطلع على ارض الواقع. الجديد طبعا في هذه النسخة طبعا موقع المعرض في الجادة. طبعا احنا كنا متعاونين مع شركة أرادة لتنظيم هذا المعرض، ولله الحمد يعني، ولزاهم الله خير استضافونا يعني في مدينة أو مشروع الجادة عفوا. الشيء الآخر، تم إشراك فئة جديدة طبعا من المشاريع. احنا كنا معتادين على أساس ان احنا نشارك أو يشاركون طبعا رخص المنزلية اللي هم رخصة اعتماد، وفي نفس الوقت طبعا بعض رواد الأعمال اللي عندهم أعمال قائمة طبعا في سوق العمل. والفئة الجديدة اللي تم إضافتها هذه السنة اللي هي مشاريع المتاجر الإلكترونية، اللي طبعا ظهروا أيام الجائحة طبعا مع إغلاق الأسواق وغيرها، وطبعا خلال السنتين اللي مضوا وصل عددهم تقريبا 300 رخصة، وهم طبعا شكلوا جزء كبير من المشاركين طبعا اللي موجودين في هذا العدد من المعرض. معرض إذن يضم مجموعة منوعة من المشاريع الوطنية المختلفة والمتعددة، والجميل جدا أنهم ينضمون تحت مظلة واحدة لتبادل يمكن الخبرات ما بين بعضهم، وأيضا الاستفادة من موقع المعرض في الجادة اللي يعد موقع استراتيجي وجذاب جدا خصوصا في الأجواء الجميلة. خبرني أستاذ أحمد عن أبرز أهداف هذا المعرض.
طبعا هو في البداية يعني تركيزنا احنا دائما يكون على دعم المشاريع الوطنية بكافة مجالاتها وكافة احجامها بأي طريقة من الطرق. واحنا عادة يعني في الادارات المختلفة يعني والمؤسسات المختلفة اللي تندرج تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية كمثلا مؤسسة رواد، طبعا هم هناك يقومون بالدعم المادي وبالناحية الاستشارات القانونية والإدارية طبعا للمساعدة في إدارة المشاريع وبدئها. أما إحنا في إدارة الشؤون التجارية ودائرة التنمية الاقتصادية بشكل عام ندور على كذا مجال أن إحنا ندعم فيها هالمشاريع، واللي من ضمنها طبعا أن نساعدهم للخروج إلى الأسواق، نساعدهم لتسويق عن خدماتهم ومنتجاتهم، والتركيز الأهم طبعا على فتح منافذ بيع إضافية لهم، يعني بحيث أن هم بالتحديد طبعا المشاريع المنزلية والمشاريع المتناهية الصغر الناشئة يطلعون إلى السوق طبعا، ونشوفهم أن يفتحون محلات يعني، وهذا الحمد لله يعني إحنا التمسناه خلال الفترة الماضية يعني. بالطبع هذا الموضوع مهم، يعني الواحد من خلال المعارض مشروع يبرز بشكل أفضل ويتعامل مع الناس ويتعرف على طرق البيع والتسويق بشكل مباشر من خلال المعارض، وهو هدف مهم جدا لأي شخص يمتلك تحديدا مشاريع صغيرة ومتوسطة. نتكلم أستاذ عن أبرز المشاريع اللي تدعمها الدائرة. طبعا بالنسبة للمشاريع الوطنية في المقام الأول احنا نركز على ان يتواجدون في اقتصاد إمارة الشارجة، واحنا ندعمهم، احنا ما نحدد أنشطة معينة ولا نستبعد أنشطة معينة، لكن احنا نحفز بعض الأنشطة طبعا للتماشي مع لمواكبة عفوا التطورات اللي حاصلة طبعا في العالم. احنا طبعا الخدمات اللي احنا نقدمها هي عديدة، من ناحية مثلا بناء قدرات وبناء كفاءات معينة عن طريق البرامج والورش التدريبية لفئة معينة من رواد الأعمال، بعد بالأخص طبعا يعني اللي هم اللي يمارسون أنشطتهم من خلال المنازل ولا من خلال اللي هي المتاجر الإلكترونية، وحتى في نفس الوقت يتم مشاركة بعض المشاريع القائمة طبعا في الإمارة يعني في مختلف المناطق. ومن الخدمات المهمة طبعا اللي احنا نقدمها في إدارة التنمية الاقتصادية، وطبعا هي مبادرة انه يعني يتم تنظيم فعاليات معينة مثل طبعا معرض ريادة الأعمال، لكن فعاليات مختصة في أو تركز على أن يتم التوفيق بين أعمال أصحاب هالمشاريع هاي، أن هم يطلعون ويقابلون رواد أعمال مثلهم ويكتسبون خبرات معينة ويتعاونون في بعض المجالات، ويتم مثل ما تقولون عقد اتفاقيات ولا صفقات ما بينهم يعني. وجميل جدا خصوصا في المشاريع الناشئة أو المتوسطة، دعم المشاريع لبعضها دائما يكون مثمر، يتعرفون على بعض أكثر، ممكن تكون هناك مشاريع مشتركة لاحظنا العديد منها من خلال المنصات المختلفة واللي يشاركون فيها في معارض أو يدعمون بعض حتى بخدمات متنوعة. تخبرني أستاذ أحمد عن التسهيلات اللي تقدم يعني لمن يود المشاركة في هذا المعرض، بدءا من طرح الفكرة، تعليمهم أساسيات التسويق والتعامل مع الناس وما إلى ذلك. طبعا احنا تطرقنا للبرامج اللي تقدمها مؤسسة رواد، بس طبعا احنا في إدارة التنمية الاقتصادية وبالتحديد في إدارة الشؤون التجارية يتم عقد برامج في كل ربع تناول مواضيع معينة، مثلا بالنسبة لبناء الكفاءات مثلا وتدريب ومتهيئتهم طبعا لمتطلبات السوق، منها الإدارة المالية والإدارة القانونية. وطبعا من قريب طبعا تم انتهاء من برنامج اللي هو التسويق الإلكتروني والمتاجر الإلكترونية، فهالبرامج تنظم على مدار السنة. في نفس الوقت طبعا كمتطلبات أو اشتراطات معينة للمشاركة في معرض مثل معرض ريادة الأعمال احنا ما عندنا، احنا بالعكس احنا ندور على المشاريع على أساس أن يشاركون يعني الحمد لله. كيف يتم الترويج أو استقطاب مثل هذه المشاريع للمشاركة في المعارض؟ احنا بشكل دوري طبعا نتواصل مع المشاريع، وطبعا بالنسبة للمبادرات الأخرى اللي تقوم فيها دائرة التنمية الاقتصادية تم حصر بيانات التواصل. مع العلم طبعا أن الدائرة بشكل عام أبوابها مفتوحة للكل، والمجال متاح طبعا للخصة للمشاريع الوطنية والناشئة أن يستعينون بالخدمات والخبرات اللي موجودة، فيتم مثل عمل قاعدة بيانات للتواصل، وإحنا عارفين ونفرزهم ونحددهم. وفي نفس الوقت لما يكون في مبادرات من جهات
احنا نتعاون معها كشركاء استراتيجيين، سواء كان على المحل على المستوى الاتحادي وعلى المستوى المحلي، يتم تعميم هالفعاليات المهم. فالتواصل المستمر بناء على طلبهم، وبعد من باب المبادرة يعني من قبل الدائرة مثلا في طرح برامج وفعاليات معينة يعني. تمام. ذكرت التعاون أستاذ أحمد، وهذا المعرض يقام بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد. خبرنا عن هذا التعاون ما بينكم وما بين المؤسسات الأخرى اللي تدعم هذا النوع من المشاريع. طبعا تعاوننا ما بين دائرة التنمية الاقتصادية وما بين مؤسسة رواد طبعا هو مستمر، لأن هم في الأول وفي الأخير تحت مظلة واحدة يعني. معظم المشاريع اللي مشاركة في المعرض الحالي منهم مدعومين أساسا من رواد، أحدهم يعني أعضاء في رواد محاصلين على دعم ويندرجون تحت البرامج والمزايا اللي ينتفعون منها من المؤسسة نفسها. أما بالنسبة للجهات الأخرى اللي مساهمة طبعا هي شركة أرادة، اللي يعني جزاهم الله خير استضافونا يعني في مشروع الجادة، ووفروا لنا كل التسهيلات والسبل إن احنا ننشئ المعرض هناك يعني. اليوم أستاذ أحمد هذا المعرض في نسخة ثامنة، خبرنا عن النجاحات أو ما دفعكم لاستمرارية هذا المعرض الوطني. احنا طبعا لله الحمد على مر السنين اللي فاتت يعني، وعلى الاعداد اللي تم اتمامها يعني من المعرض ريادة الأعمال، يعني دائما احنا نقيس النجاح من خلال استبيانات معينه نشوف. طبعا احنا ما نتعداهم ونسالهم اسئله حرجه، بس احنا هل نشوف اذا عادت مشاركتهم في المعارض هاي بالمنفعه، هل هم استفادوا؟ ومنهم يعني جزاهم الله خير يعني في الأول وفي الأخير يشكرونا على مسألة أن احنا لهم فرصة أن يروجون عن خدماتهم ومنتجاتهم، يروجون عن نفسهم. هو التركيز طبعا أن احنا نطلعهم للأسواق، التركيز أن احنا نطرح لهم فعالية ما تكون فيها تكلفة لهم هم، بالعكس انه يعني ما يكون عبء ولا انه يكون في اي شيء، لطالما هم متفرغين لهذا الشيء يعني خلال الفتره المعينه بس يجون يشاركون. وبعضهم طبعا يعني يشكروننا، وحسب التقارير اللي تطلع يعني الاستبيانات اللي احنا نسويها بالنسبه للمشاركين وحتى الزوار وحتى البرامج اللي يتم طرحها خلال المعرض، لان احنا طبعا نسوي فعاليات مصاحبه لها طبعا، اللي هي مثل ورش تدريبيه في عندنا احنا امور معينه مثلا حتى للزوار لما يجيبون اطفالهم. فاحنا نقيس هالامور بحيث ان احنا نشوف مثلا الفائده اللي ردت لهم هم. ومنهم طبعا يعني في الاول في الاخير يشكروننا يعني ويعرفون او يقدرون طبعا ان هذا مجال لهم هم للتسويق. والشيء الاخر طبعا منهم يعني يكونون واضحين ويانا، يقولون ان احنا فعلا تم يعني بيع العديد من المنتجات طبعا واستفادوا. في هذه النسخة ما هي الأمور الجديدة اللي أضيفت للمعرض مقارنة بالنسخ الماضية؟ طبعا الجديد اللي هو في البداية الموقع، ومثل ما ذكرنا طبعا اللي هي مشاركة رخص المتاجر الإلكترونية كفئة جديدة يعني ضمن اللي احنا متعودين ان احنا نشركهم في المعارض هذه. هذه هي الأمور الجديدة. بالنسبة للفعاليات المصاحبة ذكرتها أستاذ أحمد، لو تخبرنا أكثر عنها. هي بعضها مثل ما تقولين ورش تدريبية، بعضها تكون حرفية، مش على مستوى فني ولا شيء يتطلب اختصاص معين، بالعكس متاح للكل. منها طبعا يعني اشياء خاصه مثلا بالاغذيه، ممكن واحد يتعلم مثلا كيف انه يصنع مثلا اللي هي المخبوزات وتزيينها في نفس الوقت. في بعض البرامج الاخرى طبعا يتم طرحها بالتعاون مع بعض المؤسسات المحليه طبعا هيئه المتاحف في الشارجه، في عندهم برامج مثلا حرفية يقدمونها على مدار المعرض نفسه. هذا العام أستاذ أحمد كم بلغ تقريبا عدد المشاركين؟ عدد المشاركين وصل هالسنة ل 25 مشارك في مجالات مختلفة ومن فئات مختلفة طبعا، مثل ما ذكرنا قلنا أصحاب الرخص المنزلية وأصحاب المشاريع القائمة رواد الأعمال، وعدنا طبعا اللي هي أصحاب المشاريع اللي هي المتاجر الإلكترونية. والمجالات طبعا مختلفة، عدنا مثلا من أغذية إلى حرف معينة إلى هدايا إلى ملابس، يعني
مش أغلب المشاريع اللي إحنا نشوفها طبعاً كمشاريع ناشئة، وبعض المشاريع طبعاً اللي هي تثير اهتمام الجمهور طبعاً لزيارة المعرض مثلاً وشراء بعض المنتجات اللي يشترونها بشكل دوري. بالنسبة لتوزيع المساحة والمشاريع الموجودة، كيف يتم دراسة متطلبات الأفراد اللي يودون مثلاً الاقتناء؟ كيف يتم توزيعهم في المساحة المخصصة؟ إحنا طبعاً يعني فنيا نخلي المساحه طبعا متساويه ما بين كل مشارك، واحنا طبعا نتاكد ان المساحه تكفي للعديد من الانشطه. مثل ما ذكرت، في انشطه خاصه بالاغذيه، وفي انشطه خاصه مثلا بالملابس، وفي انشطه خاصه مثلا بالحرف. فهم يعني مبدئيا يتم زياره الموقع من قبل المشاركين، ويتم طبعا يعني اتاحه لهم اللي هي المخططات على اساس انه يعني يهيئون عمرهم يهيئون عمارهم عفوا ان يجون ويشاركون في المعرض. وفي نفس الوقت التجهيزات كلها يعني الامور الفنيه كلها يعني حسب معايير معينه يعني. طبعا مثل هذه التسهيلات تجعل الناس يمكن يقبلون على مثل هذه المعارض، واللي تعتبر جزء اساسي ومهم اليوم في تنشيط مثل هذه المشاريع. سالت الاستاذ احمد اليوم عن البعض قد يقول ان منصات صارت هي الاكثر رواجا، لكن الى اليوم نلاحظ في مختلف الاماكن وفي مختلف الفئات أن المعارض لا زالت تشكل جزء أساسي من عمليات البيع والتفاعل ما بينها. ماذا تخبرنا عن أهمية المعارض حتى اليوم في الترويج لمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ طبعا يعني اجتماعيا هي لازم الأمور يكون فيها تجربة. طبعا المنصات الإلكترونية سهلت الأمور بشكل واضح مثل ما احنا التمسنا في السنين اللي مضت، لكن احنا نرجع طبعا للعنصر الاجتماعي، للتفاعل نفسه. يعني حتى المراكز التجارية يعني ما غلقت بسبب اللي هي المنصات الرقمية، بل ركزت الكثير على إتاحة تجارب معينة يعني تثير اهتمام الزوار، تخليهم هم يزورون هناك يعني المحلات المختلفة، التجارب المختلفة، المطاعم المختلفة. يعني حتى احنا ناخذها من باب الفكاهة، يعني لما نتعاون مع بعض الجهات ولما نتكلم مع زملائنا في نفس المجال، دائما احنا نقيد الناس بمشاريع مثلا خاصة بالأغذية. يعني الأكل يجذب الناس، وهذا عنصر مهم طبعا لتواجد الناس مثلا في حدث معين. اليوم أستاذ أحمد، يمكن تحرص العديد من الجهات في دعم مثل هذه المشاريع، وتحرص أن هذه المشاريع تبقى مستدامة، أن رواد الأعمال من الشباب أو حتى المشاريع الناشئة والمتوسطة تكمل مسيرها. ماذا تقول أو ماذا تنصح رواد الأعمال لتواجدهم في المعارض، تكثيف حضورهم وتفاعلهم مع الجمهور؟ أنا أنصح كل رائد عمل أنه يستعين بخدمات الجهات المختصة. الجهات هذه موجودة لخدمتهم، وإحنا طبعا على علم أنه يعني طبعا المادة يتم حل أمورها يعني بطريقة واحدة أو أخرى، لكن أنا لاحظت أنه العجز في هذا الزمن هذا مش بس ان الواحد يضمن له راس مال، ولا ان الواحد مثلا يجمع له مبلغ معين ان يبدا مشروعه. الشخص يحتاج الدعم المستمر لما يبدا مشروعه. فهالامور هاي يتم تقديمها مثلا من قبل جهات المختصه. مثل ما ذكرت، احنا نقوم بمبادرات معينه على اساس ان نطمن ونتاكد ان هالمشاريع تستمر، ان هالمشاريع مثلا حتى لو هي بدت من المنزل، ولا بدت مثلا من خلال منصة اللي هي متاجر إلكترونية، مش مقيدين بمكاتب ولا غيره، بس فعلا في يوم من الأيام يتم التوسع إلى سوق العمل طبعا ويكبر حجمهم. بالتوفيق إن شاء الله في هذا المعرض. شكرا لك الأستاذ أحمد بن سعد السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بحكومة الشارقة. مشكورين على الاستضافة.